العام 1984 هو بداية نشاط أول شركة من مجموعة شركات المهندس محمد سالم، والتي تحولت على مدار السنوات من شركة مقاولات صغيرة إلى كيان اقتصادي نشط وفعال في التنمية الصناعية والاقتصادية بجمهورية مصر العربية، حيث تعددت نشاطات المجموعة لتشمل المقاولات العمومية، الطباعة الأوفست، تصنيع خامات البلاستيك، التعدين، الاستيراد والتصدير، والزراعة. الشركة المصرية الفرنسية للزراعات النسيجية